ما ستشاهدونه الآن عبارة عن مجموعة من روايات تاريخية جمعناها لكم في قالب مسرحي. بعض هذه الشخصيات حقيقية وبعضها خيالي، فتبين لنا صورتين متناقضتين. الأولى تعيش العزة التي ربانا عليها أمير المؤمنين عليه السلام، والثانية تعيش في ذل ومهانة وتعلق بالدنيا، وكل ما يحدث فيها في ديوان الحجاج. لا 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 لا, لا. أنا أقول اقتلوه اليوم وليس غدا. اهدأ يا مولاي ولا تغضب، لا تغضب يا مولاي. ريحك، أنا أقول اقتلوه اليوم وأنت تقول لي لا تغضب. لا أغضب، لا تغضب يا أنا مولاي. الحجاج، اقتلوه اليوم وأمام ناظري، وإلا ستكون التالي. مثل ما تريد يا مولاي، هدي من روعك واسترح يا مولاي، وسوف ننفذ ما تريد. أمرك مجاب يا مولاي. اجلس ولا تنافقني، إن نفسي لا تحتمل. ولكن يا مولاي اجلس. حسنا، مثل ما تريد. حسنا يا مولاي. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ويحك، لماذا لم تسلم على أمير المؤمنين السلام اللائق؟ ولماذا لم تتأدب في حضرته يا براغيث؟ ويحك، منعني عن ذلك التعب في الطريق وطلوع الدرج، أما السلام فعلى أمير المؤمنين وأصحابه، وأعني به علي بن أبي طالب وأصحابه. أي أنت، ماذا تفعل هنا؟ لقد نظرت إلي بعين الاحتقار، وكلمتني بالافتخار، وكلامك كلام جبار، وعقلك عقل. ويحك يا هذا، قد أتيت في يوم تم فيه أجلك وخاب فيه أملك، فتجهز، تجهز. والله يا حجاج، إن كان في ذلك تقديم أو تأخير ما ضرني من كلامك لا قليل ولا كثير. لقد بلغت من جهلك يا خبيث أن تخاطب أمير المؤمنين مثلما تخاطب غلاما مثلك. يا قليل الآداب، انظر من تخاطب وأجبه في أدب واحترام، فإنه أمير العراق والشام. أما سمعتم قوله تعالى: كل نفس تجادل عن نفسها؟ سمعت وقرأت، فمن عنيت بكلامك يا هذا؟ عنيت به علي بن أبي طالب وأصحابه. علي بن أبي طالب، من نلقي الحجة؟ نلقي الحجة عليه بالقرآن. القرآن؟ يا فتى، إني أرى لك عقلاً وذهناً، أحفظت القرآن؟ أو خفت على القرآن من الضياع حتى أحفظه؟ فقد حفظه الله تعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أجمعت القرآن؟ أو كان متفرقا حتى أجمعه؟ إن علينا جمعه وقرآنه. أحكمت القرآن؟ أو ليس الذي أنزله بحكيم حتى أحكمه؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أو استظهرت القرآن؟ معاذ الله أن أجعل القرآن ورائي ظهريا. ويلك، ويلك، ماذا أقول؟ قل: أوعيت القرآن في صدرك؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا مولاي. اقرأ لي شيئا من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين. إنهم يدخلون، لا تحرك. أحسنت، إنهم كانوا يدخلون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما الآن فهم يخرجون لسوء فعلك بهم. يا حكم، من أنت؟ عبد الله. من
أبوك الذي زرعني أين نشأت؟ في الجبال. من أرسلك إلي؟ عقلي. مجنون أنت؟ لو كنت مجنونا لما وقفت بين يديك، كأني ممن يرجو عفوك ويخاف عقابك. من أين أنت؟ من ثلى بني غالب، من سلالة علي بن أبي طالب عليه السلام. وكل نسب وحسب ينقطع إلا نسبنا وحسبنا، فإنه لا ينقطع إلى يوم القيامة. علي 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 علي، اقطعوا رأسه وأرسلوه حيث علي، قيوار معه. ولكنه صغير السن ولا يستحق القتل يا مولاي. لا بد من قتله، ولو نادى مناد من السماء. ما أنت بنبي حتى يناديك مناد من السماء. ومن يحول بيني وبين قتلك؟ يحول بينك وبين قتلي ما يحول بين المرء وقلبه. ما يحول بين المرء وقلبه. حسن، حسناً جداً. يا هذا، أخبرني عن آية في القرآن أعظم وآية أحكم. هيا يا حجاج، أعظم آية في القرآن فهي آية الكرسي، وأحكم آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وآية أعدى، وآية أخوف، وآية أرجى. أما أعدل آية فهي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأخوف آية أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. أما أرجى آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وآية كذب فيها أولاد الأنبياء، وآية صدق فيها اليهود والنصارى. الآية التي كذب فيها أولاد الأنبياء فهي وجاءوا على قميصه بدم كذب، هم إخوة يوسف كذبوا ودخلوا الجنة. أما الآية التي صدق فيها اليهود والنصارى فهي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فصدقوا ودخلوا النار. وآية فيها قول إبليس، الآية التي فيها قول إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أحسنت يا فتى أحسنت، ناولني هذه الدواء. لا يا إبليس الرجيم، أخاف أن تكتب بها معصية فأكون شريكك فيها. ولكني أريد أن آمر لك ب50,000 درهم تستعين بها على أن لا تعود إلينا. ما أضحكك يا هذا؟ عجبت لجرأتك على ربك تتصدق بهذا المبلغ على من ظلمتهم وأهلكت راعيهم، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ما رأيك في أمير المؤمنين؟ رحم الله أبا الحسن. أيحك، أتعرف من تكلم؟ نعم، الحجاج الثقفي. رحم الله أبا الحسن. علي علي، ما ترون في أمره؟ اقتله يا مولاي، وقد خالف الطاعة وفارق الجماعة، فأمر السيافة بذبحه. جلساء أخيك خير من جلسائك يا حجاج. أخي من؟ الوليد؟ بل فرعون، فإنه لما استفتى جلساءه في موسى أشاروا عليه بتركه، وهؤلاء أشاروا عليك بقتلي. أنجيك من القتل فتقابلني بهذا الكلام يا غلام؟ أو تملك لنفسك نفعا أو ضرا؟ لا، فكيف تملك لنفسي أنا؟ ما العمل معه؟ لقد أبرمنا بعلي من حيلة؟ الله ب100,000 لعله يرضى ونعفو عنه. ونعفو عنه. حسنا يا هذا، حسنا، أمرنا لك
100,000 درهم وعفونا عنك لصغر سنك ورجاحة عقلك، فخرج. ولئن رأيتك في مجلسي هذا سأقطع رأسك، اذهب. ما كنت لأقبل هبة تذيلها لفظات التهديد والوعيد، وأما عفوك فبيد الله لا بيدك يا حجاج. لا جمعني الله وإياك حتى يلتقي السامري وموسى.